أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم خطوة. وزي ما متعودين دايما إن خطوة معانا خطوة بخطوة، خطوة دايما بيحط رجلك على الطريق الصحيح، خطوة في الاتجاه الصحيح. النهاردة معادنا مع خطوة جديدة، خطوة بتنقل حياتنا. ممكن كتير ما يعرفش عنها حاجة أو ما يعرفش بتمثل لنا إيه، فهنناقشها في حلقتنا. ولكن قبل ما نقول عن الخطوة ديت، خلوني أرحب بزميلتي الأستاذة فاطمة. شرفتينا ونورتينا يا أستاذة. ميرسي يا محمد، أهلا بيك. طبعا النهاردة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من خطوة، وزي ما عودناكم أننا كل حلقة بنتبنى خطوة معينة في اتجاه معين. حلقتنا النهاردة وخطوتنا مختلفة شوية، لأن الموضوع اللي هنناقشه من الموضوعات المهمة جدا واللي لازم نسلط الضوء عليها خاصة خلال هذه الفترة. كلنا عارفين ان الاقتصاد ليه نوعين، الاقتصاد التقليدي وده الشكل المتعارف عليه، هو الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية الموجودة في اي بلد واي دولة. النوع الثاني هو الاقتصاد المعرفي او الاقتصاد القائم على المعرفة. مع تطور التكنولوجي الهائل واللي ساهم بشكل كبير جدا في انتاج وتضاعف كتير جدا من المعارف، وكمان ساهم في ارتفاع وتيرة المعلومات وتبادل المعلومات سواء بين الأفراد أو الجامعات أو المؤسسات إلى مستويات قصوى، كل ده ساهم في تشكيل تعريف أو مصطلح الاقتصاد المعرفي. بس السؤال هنا، إزاي المعرفة تقدر تدخل في نمو وتطور الاقتصاد، وإزاي إحنا كمصريين أو كدولة مصرية تقدر إنها تستفيد من هذا النوع من الاقتصاد؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا النهارده مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في الاستوديو، دكتور اشرف عطيه، الخبير الاقتصادي وخبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه محتاجين اننا نحط ايدينا على تعريف مبسط للاقتصاد المعرفي. تمام. هو الاقتصاد المعرفي في ناس كتير عرفته بتعريفات مختلفه، من اشهرها ومن اهمها هو راس المال الفكري اللي بيعتمد على العلم والابتكار والإبداع بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني ممكن الأبحاث والحاجات دي تبقى شكل غير مباشر، والمنتج اللي بيطلع من وراء الأبحاث ده شكل مباشر، معتمدا على ذلك في تكنولوجيا المعلومات لإنتاج بقى منتجات ملموسة أو منتجات غير ملموسة زي المنتجات الفكرية ومنتجات الإنترنت وكده، ممكن نبيعها وممكن نأجرها. ده تعريف يعني متعارف عليه. في تعريف اخر اللي هو بيقول ايه بقى، استغلال المعرفه واستغلال العلم والابتكار في انتاج منتجات ذات قيمه مضافه لاقتصاد الدوله او الاقتصاد العالمي. ده بشكل مبسط عن اقتصاد المعرفه وتعريفه يعني. تمام. محتاجين اننا نعرف المراحل تمام المختلفة اللي مر بيها الاقتصاد على مر العصور يعني. اوكي. طيب، هو في مراحل مر بيها الاقتصاد وفي مراحل مرت بيها الصناعة. تمام. اوكي. أول مرحلة في الاقتصاد هو الاقتصاد الريعي أو التطبيق. الاقتصاد الزراعي. تمام. الاقتصاد الزراعي دي اللي هو الناس كانت بتزرع الأرض وتاخد المحصول وتبيعه. خلاص؟ والعالم كله بدأ في هذا الاقتصاد. ده شكل المتعارف عليه اللي هو التقليدي. الاقتصاد بقى بدأ يتطور مع وجود اكتشاف الطاقة البخارية اللي بتتحول إلى طاقة حركة، ومنها تم صناعة الآلات. الآلات دي تم استخدامها في إنتاج منتجات معينة، وتم استخدامها كمان في وسيلة الانتقال والحركة، القطارات البخارية وبعض السيارات البخارية والكلام ده. كنا محتاجين برضو نعرف بعض العناصر ومكونات الاقتصاد المعرفي. اوكي. هكمل بس موضوع مراحل الاقتصاد مرت بايه، وهنخش على طول تمام. في المكونات. تمام. الـ 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 دي كانوا بيسموها الثوره الصناعيه الاولى. الثوره الصناعيه الثانيه هي بدا يخش فيها الطاقه والكهرباء، يعني بدل الطاقه البخاريه بدات الكهرباء ومشتقات البترول تشغل المكان. حلو. بعد كده بقى الثالثه بداوا يدخلوا فيها الكهرباء. تمام. بدأ كل حاجة تشتغل بالكهرباء، وبتشتغل مع بعض الإضافة لأنظمة الكمبيوتر البسيطة اللي بتتحكم في الإنتاج بشكل مبسط. تمام؟ طيب، المرحلة الرابعة دي بقى والمرحلة اللي هي نقلت الاقتصاد نقلة تانية خالص.
تمام. بيسموه الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي ده هو اقتصاد قائم على العلوم وعلى التكنولوجيا اساسا. والاقتصاد المعرفي فيه عناصره حاجات كثيره قوي، من اهمها الذكاء الاصطناعي. احنا كل ده هنقوله تمام. وبعدين وفي انترنت الاشياء بالظبط، وفي البيج داتا او الداتا الضخمه زي ما بيقولوها، وفي الطباعه الثلاثيه تمام، وفي تكنولوجيا النانو، وفي التكنولوجيا الحيويه. طبعا كل عنصر من كل دول محتاج حلقه نقعد ايام نتكلم. اوكي، لكن احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبسط المعلومة. الموضوع للمشاهد عشان يعرف الدنيا رايحه فين وجايه منين. لان في ناس كتير اصلا كمان يعني كلمه الاقتصاد المعرفي بتشكل حاجات معوقات كتير قوي في اذهانهم. هو اصلا ما يعرفش، يعني عايز يفهم يعني ايه اقتصاد معرفي وايه عناصره وايه مكوناته. هي المعرفه زمان كانت بتتلخص في الثقافه والادب والتاريخ، وناس بتكتب في التاريخ وناس بتكتب في بعض العلوم والكلام ده كله. المعرفه النهارده بقت ماده خام. ما هو ده اللي بيقولوا عليه المعرفه هو الاقتصاد الذي لا ينضب. تمام. يعني كل يوم الموارد بتزيد، في حين ان الموارد الطبيعيه كل يوم بتقل. يعني الموارد الطبيعيه زي البترول زي الذهب زي الحديد، كل ده جباله بناخد منه بتقل. تمام. لكن النهارده الافكار طول ما الناس موجوده بتزيد. بتتزايد، فالافكار والعلوم والابداع مع التطور بتطور المعرفه، فده بيسموه اقتصاد الوفره. ايوه. اقتصاد التقليدي بيسموه اقتصاد الندره. تمام. يعني ازاي؟ يعني الناس زمان كانت في نظرياتها الاقتصاديه ازاي تستخدم الاقتصاد الموارد اللي بتبقى نادره في انها تعظمها وتحاول تحافظ عليها عشان الاجيال القادمه. ده اللي عملته الامم المتحده في التنميه المستدامه. هل احنا الموارد بتقل؟ طب يا جماعه، طب الناس اللي جايه، هل احنا ناخد لنفسينا وننسى الاجيال اللي جايه من البشريه؟ لا طبعا. لا، لازم نعمل خطه. كان في هناك بدائل. بالظبط، لازم نعمل خطه استراتيجيه تلتزم بيها الكره الارضيه ومكونات الكره الارضيه من دول وجزر وكل الامم دي، انها تعمل خطه اسمها التنميه المستدامه. التنميه المستدامه احنا مش هنخش فيها، دي برضه موضوع كبير. هو 17 عنصر، عناصر البيئه وعناصر الانسان نفسه، محور الانسان، وعناصر اقتصاديه وعناصر اجتماعيه، عناصر كتيره، 17 عنصر، القضاء على الفقر والتعليم والكلام ده كله. طيب الخطه دي عملت ايه؟ قالت يا جماعه لازم نستخدم الموارد دي ونستثمرها ونعظمها في وقت حالنا ونستفيد بيها، ونترك لاولادنا مستقبل في تنميه مستدامه. ده كده. طيب وبالتالي كان اللعب كله في الاقتصاد التقليدي على ندرة الموارد، لان الموارد بتقل. يعني احنا عندنا مثلا المياه بتقل، عندنا مثلا البترول بيقل نتيجه الاستعمال ونتيجه الاستنزاف، طبيعي انها تقل. ما هو حاجه ربنا خلقها موجوده في جبل، موجوده، بنفضل ناخد منها. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يعمر وعشان يبتكر بعقله. والانسان ده احنا عندنا جماجم لمناجم بشريه. ده صحيح. مش مناجم دهب. كل لا لا لا. لا انا بقول الأفضل. جماجم بشريه. ايوه. اقوى واهم من المناجم الذهب وابار البترول. عندنا كفاءات. لازم نستغل بقى الموضوع ده صح. تمام. يعني لازم العقل يتم استغلاله صح في توليد افكار انها تخدم البشريه. بالظبط كده. طيب خلينا نقول احنا قلنا العناصر بشكل يعني ايه هي الموارد بتاعه المعرفه. طيب المعرفة النهاردة بدأت تتدخل في كل مجالات الحياة. تمام؟ والنهاردة الصراعات الدولية بين الغرب وبين الشرق أساسها المعرفة. تعتمد على المعرفة؟ أساسها المعرفة من الآخر. يعني هو النهاردة أمريكا والصين، إيه اللي بينهم ده كله؟ إيه اللي حاصل؟ هو قائم على المعرفة برضه. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هي اساس النهارده بلوره العلوم كلها. طيب العلوم النهارده كمان ما بقتش كل علم من العلوم ده يشتغل في الجزيره منفصله. لا، ده العلوم كلها بترتبط مع بعض. يعني الفيزياء مع الهندسه مع الطب، مع يعني النهارده الطب مثلا
بدأت الهندسة تخش فيه بقوة، الأجهزة والهندسة الطبية والتكنولوجيا بتاعت التشخيص والكلام ده كله، بقى إيه ربط الفيزياء بالهندسة بالطب، كله بقى قائم على المعرفة والتطور التكنولوجي. نقدر نقول برضو إن المعرفة بقت أداة ربط بتربط بين كل العلوم دي. تمام. بس بقى الشاطر اللي يربط بين العلوم دي إزاي؟ يعني الشاطر اللي يطلع إيه من العلوم؟ مش يطلع أبحاث تتحط في الأدراج وفي الأرفف ملهاش. ما هي دي المشكلة في بلدنا في الوقت الحالي. بالظبط. اللي هو تعطيل الكفاءات، إن كتير قوي بيطلع أبحاث وكتير قوي بيبقى عنده معرفة وبيتقدم بمشاريع، بس بتكون مصيرها إنها تكون حبيسة الأدراج. إحنا ما نقولش تعطيل، خلينا نقول إيه؟ هو عدم استغلال. بالظبط. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا أعرف أحد الأشخاص مسمينه شيخ المخترعين، يعني ممكن أقول اسمه الأستاذ صلاح حسني. ده رجل قدم أكتر مشروع وحط براءات اختراع لحاجات كتيرة جدا، حاجات في الطاقة، في تدوير الطاقة، حاجات في استغلال المياه أثناء أزمة المياه، حاجات في أمن السفن، عمل حاجة ابتكار بحيث إن إزاي سفن، حاجات في اخترع كمامه اللي هي ان 95 دي حاجه زيها بديله ليها، لان 95 ما حدش ولا حد قال له انت بتعمل ايه. طيب في حين ان عنده اربع خمس مشروعات ممكن تدر عائد اقتصادي رهيب وتوفر لينا عمله صعبه لاستيراد المنتجات والافكار والمشروعات اللي بتعمل هذه الاعمال. احنا بنقول احنا داخلين على عصر ما بيرحمش، ده بمعنى الكلمة. صحيح. يعني يا إما أمم تاخد مكانة متعلمة فيها متعلمة سرية، أو أمم جاهلة فقيرة. ما فيش حاجة في النص. يا إما أمم هتبقى فيها عندها ثراء فاحش، يا إما أمم هتضطر. في دول كتير بتسعى للموضوع ده، إن هي تحسن من أوضاعها سواء التعليمية أو الاقتصادية. بالزبط. أو يعني كل حاجة. بالزبط. بقى في صراع يمكن، لكن برضو لازم نذكر إن في دول الموارد بتاعتها يمكن مش مثلا زي أمريكا أو زي أي دولة تانية متقدمة، فده بيشكل بقى الفارق الكبير اللي حضرتك بتتكلم عنه، إن في دول فعلا بتتصارع إن هي توصل لثراء فاحش وتوصل لموارد غير طبيعية، وفي دول تانية مش قادرة، لأن طبعا بسبب قلة الموارد اللي عندها. بصي، طالما في ربنا خلق الإنسان فربنا خلق القدرة. تمام. فهل يعني الدول العربية قدرت فعلا تواكب الموضوع دوت في الوقت الحالي؟ طبعا. ما هو بس لازم كل الحاجات دي، احنا هننتقل للمرحلة دي لما نقول ايه الاستراتيجيات اللي المفروض تاخدها الدول العربية وخاصة مصر للوصول الى هذا الاقتصاد. عشان انا اقول انا راجل بعتمد على الاقتصاد المعرفي وليس الاقتصاد التقليدي وليست الموارد الطبيعية فقط، لازم يبقى في عندي استراتيجيات، لازم في عندي خطط. تمام. تمام. طيب احنا يعني مضمضيل فاطمة قالت حتة جميلة، قالت انه في دول عندها امكانيات وفي دول عندها ما عندهاش امكانيات. طيب ما في دول ما كانش عندها حق خالص، اليابان، سنغافورة دلوقتي وصلت لمرحلة مش طبيعية، الصين، يعني دول كلهم ما كانش عندهم. اعتمدوا على ايه؟ اعتمدوا على العلم واعتمدوا على المعرفة واعتمدوا على اعادة تأهيل الموارد البشرية، الاهم عنصر من عناصر الحياة دلوقتي. احنا اللي يقول ان زيادة الموارد البشرية هو عائق للتنمية ده ما عندوش رؤية. صحيح. ما عندوش رؤية. ده صحيح. ليه؟ انا عندي يعني مورد اهم من كل الموارد الطبيعية زي ما احنا قلنا في الاول، اهم من البترول، اهم من الذهب، اهم من الماس. العقل البشري، الفكر، الابداع، العلوم، كل العقل البشري بقى النهاردة ازاي احنا نطور الفكر بتاع الموارد البشرية عندنا في مصر، ان بيقول عقل مبدع. مبدع بدون علم ولا شيء. صحيح. يبقى راجل بيقول اي كلام كده واحنا يعني مضطرين ان احنا نسمعه بس، وراجل عنده، لكن العلم اساس كل شيء. طيب خلينا نقول بقى الاقتصاد المعرفي زي ما احنا قلنا كده العناصر بتاعته. اول حاجة الذكاء الاصطناعي. ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ تمام. اللي هو الارتفيشال انتليجنت، ده الاكسبريشن بتاعه بالانجلش، يعني هو اعداد الاجهزه والالات
بأنها تقوم بأعمال ذكية كذكاء العقل البشري بدون تدخل بشري لزيادة الإنتاج والدقة والسرعة وإضافة للاقتصاد. تمام؟ بمعنى إيه؟ يعني النهاردة كمان الذكاء الاصطناعي في عنده إدراك بصري، يعني مثلا النهاردة لما بيشوف أنا وشي وعينيا بيعرف إن ده أشرف عطية. تمام؟ لما أنا بتكلم بيعرف إن ده صوت أشرف عطية. مش بس لما بتكلم بيعرف صوتي، لا ده لما أنا بتكلم بيرد علي. تمام؟ طيب بعد كده الترجمة بين اللغات، تكلم عربي يديك إنجليزي، تكلم إنجليزي يديك عربي، تتكلم أوكي. الأهم من ده بقى، الأهم من ده استخدام الأنظمة والبرامج اللي بتحول الآلات إلى إنها تكون آلات ذكية. في حاجة اسمها الليرنينج ماشين أو تعليم الآلة أو التعليم العميق. تعليم الآلة ده يعني إيه؟ يعني النهاردة الطفل لما بيتولد هو بيتعلم مع نفسه، يعني باباه ومامته بيعلموه، لكن هو بيتعلم في حاجات بيتعلمها مع نفسه. تمام، خلاص. يبقى تعليم الآلة هو تعليم الأب والأم للطفل. تمام. طيب التعليم اللي بيتعلمه من نفسه الطفل ده التعليم العميق. اوكي اوكي. اللي هو مثلا الطفل مثلا يقول له لا دي كده، لا روح يمين، لا روح شمال، لا. طيب الطفل بيتعلم من ايه بقى؟ لما يجي حاطين مثلا مج شاي او نسكافيه او حاجه وسخن، فيجي هو ما يعرفش، هو لسه طفل، يجي ناحيته يروح حاطط ايديه كده يتلسع. خلاص تاني لا يمكن هيجي ناحيه المج ده، خلاص اتعلم. خلاص. طيب الاله نفس الموضوع، حطوا لها مجموعه بيانات بيسموها بقى بيانات، بنعتمد على البيانات الضخمه ودي اللي هنتكلم عليها، واحتمالات كتيره جدا 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 جدا، ومش عايز اخش قوي في الموضوع لان الموضوع كبير وليه كورسات وحاجات كده، لكن انا بحكي الحكايات اللي يفهمها السيد يعني المشاهدين اللي مش متخصصين. وبالتالي بقت النهارده الاجهزه بتفكر وتاخد قرار، اتخاذ قرار. الاجهزه نفسها بتفكر تاخد قرار. هدي مثل بسيط، في بعض المستودعات وخاصه مستودعات الادويه اللي هي بيبقى فيها اصناف كتيره جدا، 4-5 آلاف صنف مثلا. ده اقل شركه دلوقتي في الادويه بتلعب في 5000 صنف مثلا. خلاص المستودعات دي كمان تخش تشوفها تتخاض. أيوة. اولا يعني مثلا كيلو متر في كيلو متر مثلا يعني. تمام. في بعض المستودعات الضخمه. طيب مين الانسان اللي هيعرف ان الدواء ده محطوط فين وعلى اي رف وبتاع؟ هو دلوقتي بيبقى يوظفها من خلال فعلا الروبوتات والذكاء الاصطناعي. الروبوت لما بتشوفه بيبقى ماشي. طب الروبوت ده ماشي على اي اساس؟ ما هو ده خوارزميات، بناء على الداتا اللي اتحطت له. خوارزميات دي برامج اللي هي بتقول له انت المفروض، هو بياخد الاول الادخال، الراجل اللي قاعد في المستودع بره او المخزن يروح حاطط له من خلال الكمبيوتر انا عايز الطلبيه دي 100 علبه من دي و50 علبه من دي ومش عارف ايه، وطلبيه كده يجي 100 صنف مثلا 200 صنف. هو كده اصلا بيبقى مسجل الاماكن في اقول لحضرتك طلبيه فيها الاعداد وفيها الاصناف وفيها الاسعار وفيها هتروح فين، يعني الحاجات دي هتتحط فين، يعني هتجيبها هتجمعها وتحط فين. طيب يبدا اديها للروبوت، يبدا الروبوت يشتغل، يبدا الروبوت يمشي 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 بايه؟ بيمشي اولا استخدم الجي بي اس، انا فين دلوقتي، وعشان اوصل للكلام ده زي ما احنا جايين كده بنيجي بالعربيه وضغط على ما دخلت في الجوال. ايوه قافلين كل حاجه. هو دلوقتي من خلال برضو الجي بي اس بيعمل مشاركه موقع وتعرف تمشي عليه. بس الاخر وصلت. الاخر وصلت الحمد لله. الجي بي اس خلاص استخدم الجي بي اس، انا فين، طيب الرف ده فين، ده الرف ده. طيب هيبدا في نقطه بقى خطيره جدا، انه في الجي بي اس بيحدد نقطه، لكن احنا عندنا ارف، طب في اي رف؟ خدت بالك في اي رف؟ يبقى بدا عندنا حاجه لازم نعملها في الخوارزميات، ان الارتفاع بتاع المكان ده على ارتفاع كذا من النقطه كذا. يبدا هو يطلع 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 ويجيب الحاجه ويدل شويه لا بس قال له انا عايز 10 علب بس، مش عايز كل البتاع. يبدا عارف ان الباكت ده كده ده 10 يروح حاططها خلاص، ويروح الثاني والثالث، وبعد ما يجمع الطلبيه يروح حاططها في العربيه مرصوصه على الشحن
وعلى النقل. لذلك بقى في كتير جدا يا فندم من المؤسسات والشركات والمصانع والمستشفيات بقت يعني محتاجه ان هي برضو تستخدم الروبوت في، يعني بقى في برضو تصارع ما بين المؤسسات ان هي تستخدم الروبوت علشان طبعا بيسهل كل حاجه. بس انا عندي سؤال لحضرتك، هل بعد 20 30 سنه ممكن يختفي شكل العامل المصري ويتم استبداله بالروبوت اللي بقى اصلا بيسهل، يعني بيوفر وقت كبير وجهد كبير، فنقدر اننا نلغي اصلا شكل العامل المصري؟ بصي انا برضو دايما اتكلم على القدره الالهيه. طالما ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان فالانسان هيفضل دوره الى يوم القيامه. تمام، مفيش حاجه اسمها الانسان هو اللي بينتج. طيب. هتقولي لي ازاي في داخل المؤسسه؟ في العمل الانسان اداؤه هيختلف، يعني الاداء المهام اللي هتطلب منه هتختلف. بمعنى ايه؟ انه ناس كتير جدا جدا هتروح ناحيه الاقتصاد المعرفي بكل فروعه، يعني ناس هتشتغل في تكنولوجيا المعلومات، ناس هتشتغل في البرمجه، ناس هتشتغل في البيانات وعلم البيانات. دلوقتي في علم اسمه علم البيانات، علم منفصل خلاص، كمبيوتر ساينس، بيج داتا، داتا الضخمه، والكمبيوتر اناليتيك، قصدي داتا اناليتيك او اناليسس. اوكي، يعني ايه؟ يعني في ناس بتشتغل على الداتا، هنشرحها برضو دي، والداتا الضخمه، التكنولوجيا بتاعت الداتا الضخمه، وناس بتقوم بتحليل البيانات دي. طب ما دي وظائف جديده جدا. انت عارفه مطلوب كام وظيفه في العالم حاليا وما فيش حد؟ 2 مليون وظيفه. شوف يعني احنا عندنا قد ايه، بس مطلوب 2 مليون وظيفه باعلى الاسعار العالميه في هذه الوظائف. هي مشكله ان احنا ما بنأهلش بقى الناس، او ما بنأهلش العنصر البشري بان هو يتطور او يواكب الاقتصاد المعرفي، بان هو يتعامل مع البيانات او البيج داتا بشكل يليق به، او يوظف كل الامكانيات بتاعته. البيج داتا بقى، البيج داتا النهارده بقت تستخدم في كل حاجه. بقت طبعا زي ما احنا قلنا، شرحنا مثال بسيط عن الروبوت، صح؟ البيانات. انا فعلا طيب. الروبوت كمان بيشتغل في ايه بقى؟ كمان بيستخدموه النهارده في العمليات الدقيقه، يعني المناظير والحاجات دي كلها، بيدخل ريبورت كده صغير ما كم ملي عشان يخش يعمل عمليه، يفتح جرح، يشيل حاجه، يحط حاجه، يعمل حاجه. روبوت يخش جوه الانسان. فبقى النهارده، طب ده دخل يعمل ايه وبالدقه دي؟ طب الدقه دي وصلت من ايه؟ يعني انت تقول هو الريبوت ده اللي هو 2 ملي و3 ملي اللي او ملي اللي بيخش جوه الانسان ده، فين العقل وفين التفكير وفين القرار؟ بياخده منين؟ بياخده من ملي؟ اقول لك بياخده من ملي. ليه بياخده من ملي؟ لانه ربطه بتكنولوجيا النانو. تكنولوجيا النانو دي اللي هي ايه؟ تكنولوجيا بتختص بخواص المواد. خواص المواد زي ما احنا عارفين ان الماده هي بتتكون من جزيئيات او ذرات، والحاجه الحيويه بتتكون، او اي شيء حيوي بيتكون من خلايا. تمام؟ فبداوا علم النانو ده يلعبوا في الجزيئيات، يدخلوا جزيء ويخرجوا جزيء وبتاع، لحد ما وصلوا ان اشباه الموصلات تبقى بالدقه دي. فبدا يعمل ايه؟ الملي ده بدا يحط فيه ذاكره، وبدا يحط فيه اوامر، وبدا يحط فيه برنامج كمبيوتر، وبدا يحط فيه بيانات. فشفنا ازاي ان العلوم دي كلها لما بتتجمع بتعمل حاجه مختلفه تماما. حاجه مختلفه. طب كم تخصص بقى عشان نرد على الموارد البشريه؟ كم تخصص؟ علم النانو ده شغال فيه الاف العلماء، الاف العلماء. خلاص، يبدا يربط العلم ده باستخدامه في ايه؟ خلاص، دول في الاي تي. طيب بلا يخش الاطباء. الاطباء النهارده بس مش بقى طبيب بيكشف وبيعمل عمليه، لا، ده بيتدرب على كيفيه استخدام الاله على القيام بالعمليات الجراحيه. ولا النهارده نروح لدكتور مش عارف يمسك المنظار، ولا عارف يستخدم الروبوت، هيموتني على طول. بالظبط. انا يمكن سالت حضرتك السؤال ده لاني شفت فيديو في اليابان لفندق. تمام، لاغيين خالص العنصر البشري، وكل اللي في الفندق حرفيا كل العمال اللي فيه روبوت. تمام. ونفس يعني واخدين نفس شكل الانسان، والناس بتتعامل معاهم، والناس كمان مهتمين بالموضوع، لانها كفكره جديده يعني. تمام. وحتى هنا في بعض المصانع بقت يعني بيستخدم الموضوع ايه؟ آلة وبيبرمجها، بيبقى دور العنصر البشري فيها ان هو بس الاشراف، ملاحظ، الاشراف والمراقبة. هو يا دوب يدوس بعض الزراير كده خلاص تتنفذ العملية الإنتاجية، لأنها طبعا بتسهل كتير. طيب، عايز أقول لك على حاجة، وجيوش الناس اللي شغالة على الإنترنت في الإي كوميرس، جيوش
يعني تعالي النهارده مثلا، احنا دلوقتي خلاص بقى كل الناس عايز تشتري حاجه، بتخش على الانترنت بيجيب الحاجه بعد، طب ما هو بيرد عليك 10، ده صحيح خلاص. طب ما هو دول مش موجودين في مكاتب ولا موجودين في مصانع، ها موجودين اونلاين على التليفون من اي حته، هو بيتفسح هو يعني هو بيشتغل. فبقى ان اللي واخدين فكره ان ده هيقضي على العنصر البشري، لا ده كل ما بتزيد التكنولوجيا وكل ما بيزيد العلم بيحتاج العنصر البشري اكتر. ليه؟ لانه هو عشان توزيع والتدريب والتشغيل كمحرك الاساسي اللي هو بيحرك كل الادوات دي. انت حركت الفندق اللي بتقولي عليه، طب ما الناس دي محتاجه جيوش من الصيانه، جيوش من المبرمجين، جيوش من الناس اللي بتاخد الاوردر، الناس اللي بتكلم الناس. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني معانا تقرير دكتور، استاذن حضرتك نروح نشوفه مع بعض ونرجع. اتفضل التقرير يا جماعه. الاصطناعي وانترنت الاشياء هي عوامل جديده من ضمن التحول الرقمي. نزلنا الشارع وقلنا نسال الناس ايه هو الذكاء الاصطناعي وايه هو انترنت الاشياء، تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. اصطناعي ما اعرفش حاجه. طيب تعرف يعني التحول الرقمي؟ صعب 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 ما اعرفش. التحول هو صعب ولا هو الذكاء الاصطناعي؟ والله ما اعرف يعني ايه الذكاء ولا انترنت الاشياء. استاذ محمد احنا بنقول كلام غريب كده يعني. كلام غريب، ما اعرفش الموضوع ده بصراحه. لا انترنت الاشياء مش عارف عنه خالص. لا بصراحه يعني انا ممكن اهبد اقول لك بيعمل كذا وكذا وكذا، بس انا احب اتكلم في الحاجه اللي انا فاهمها. انا ما اعرفهاش، انا ممكن اهبد كتير بيهبدوا، فانت لو عاوزني اهبد ممكن اهبد، ما عنديش مشكله. تعرف ايه انت عن الذكاء الاصطناعي؟ لا انا ما عنديش فكره بصراحه، بس اعرف ان التحول الرقمي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لا ما اعرفش حاجه بصراحه عنه، لسه ما فيش اي معلومات يعني. الذكاء الاصطناعي اللي هو استخدام الحواسيب، الكمبيوتر واللاب والهاتف المحمول واكيد السوشيال ميديا والحاجات دي. انترنت الاشياء هو حاجه ممكن نستخدمها زي السمارت هومز مثلا، ان احنا ممكن ننور مثلا اضاءه البيت بالتليفون او بريموت مثلا، ممكن نستخدم وسائل التكنولوجيا. يعني بيستعمل التليفون في النهار بس؟ لا ممكن نستعمله في حاجات تانية كتير. تمام. ممكن نستخدم برضه كشاف يعني، اي حاجه. ممكن برضه نستخدم مثلا لابتوب او كمبيوتر او اي حاجه تانية، ان احنا نبيع ونشتري، نبيع ونشتري حاجات كتير، نتفاعل مع الحاجات اللي حوالينا، مثلا ان احنا نحرك مثلا ستاره. نحركها بالايه احسن؟ ماشي ممكن يبقى بالتليفون عادي. دلوقتي احنا كسلة، في كسل والكلام ده كله، التكنولوجيا علمتنا الكسل بصراحه يعني. شكرا لك. التكنولوجيا الشيء اللي احنا ممكن نشتري من اونلاين. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا التقرير طبعا لدكتورنا اشرف عطيه اللي منورنا، ربنا يخليك. طبعا ده التقرير ده خير دليل ان يعني في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه بيج داتا، ما تعرفش يعني ايه ذكاء اصطناعي، ما تعرفش يعني ايه انترنت الاشياء. محتاجين حضرتك تكلمنا اكتر عنه. هم تقريبا استضافوا 6، في واحد اتكلم بس عنده فكره بسيطه عن الاقتصاد المعرفي، وده شيء مباشر. يعني برضه عشان خلينا نقول ده شيء ايجابي، يعني بنقول مثلا 15% عندهم ادراك بهذا الموضوع مثلا يعني. في حته اثيرت في التقرير يعني، في بعضهم بيقول لك ان التكنولوجيا علمتنا الكسل، هل ده فعلا؟ لا، اللي يقول كده يبقى هو ما يعرفش حاجه عن التكنولوجيا. بالعكس، التكنولوجيا بتعلمك النشاط، بتعلمك انك انت تقوم وتقرا وتعرف وتروح وتتدرب وتيجي وتجرب وتفشل في التجربه وتجرب تاني. اصل في بعض الناس مرتبط باذهانهم حته التكنولوجيا بتعلمنا الكسل في ايه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شويه ان ممكن انا بشتغل اونلاين من البيت. في بعض المصانع والقطاعات آلات وموجوده وماكينات شغاله وخلاص. تمام. وهو ما دوره ان هو قاعد بس بيشرف، او في خطأ بيجري عشان يصلح الخطأ ده. تمام. فهو ممكن من خلال المنطلق دوت باصص ان التكنولوجيا مثلا بتعلمه الكسل، ولكن هو لا يدرك ابعاد الموضوع. لا، هي ممكن تكون يا محمد برضو بتسهل علينا اننا نمارس حياتنا الطبيعيه، بس مثلا بدل ما نروح لمكان لمحل مثلا عشان نشتري هدوم، لا احنا ممكن نطلبه اونلاين. تمام. فهي سهلت علينا الامر لكن ما علمتناش الكسل. لا، هي ما علمتناش الكسل بدليل
انه اللي الحاجه ما بتجيلك ما بتجيش بخط التليفون طبعا. بتيجي واحد جايبها ده اكيد خبط على الجرس بتدي له التبس بتاعه تاخد الحاجه. والناس محترمين كلها يعني على فكره ده ناس كلهم دلوقتي يعني متعلمين ومؤهلين وكده اللي هو بيوصل الحاجه والكلام ده كله وبيستلم الاوردر والكلام ده كله. فلا ما بيعلمش الكسل خالص يعني بالعكس التكنولوجيا والعلم حافز للنشاط اكيد طبعا. هي مشكلتنا احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا دايما بنتعامل مع العقل البشري منذ الصغر حتى في التعليم في الوقت الحالي بقينا نموت روح الابداع بمعنى ان هو المفروض دلوقتي ان قوام اي امه بيعتمد على ثلاث حاجات على التعليم والصحه والزراعه. فلما بتيجي انت تبرمج العقل البشري على ان هو يكون حافظ مش فاهم فدي مشكلة كبيرة قوي. لذلك احنا بنشوفها في الامتحانات اللي بيعتمد على الغش ومجرد ما تعالى دلوقتي مثلا معاه بكالوريوس ومعاه لسانس ومعاه ولكن ما بيعرفش يكتب اسمه. اسأله مثلا انت درست ايه في الثانوي يقول لك مش فاكر. ليه؟ لان هو خلاص اتبرمج على حاجه معينه ان هو يحفظ الكلمتين للامتحان. احنا 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 ده اللي احنا هنتكلم فيه بقى ازاي تهيئه المجتمع المصري لهذا النوع من الاقتصاد اللي بيسميه اقتصاد الوفره او اقتصاد الثروه. ده اقتصاد الثروه ده هيقلب يعني شكل الاقتصاد تماما. أكيد أكيد. يعني اللي هو النهارده احنا الناتج المحلي في مصر من 200 من 200 ل 250 مليار دولار. ده الناتج المحلي بكل حاجه بالرسوم يعني. انا بس عشان الناتج المحلي بيتقاس بكل الايرادات اللي بتخش حتى بما فيها الرسوم. لا احنا عايزين نقول ناتج حقيقي انتاج مش رسوم. انا عايز ابيع اكسب يبقى ده ناتج من حقيقة. من 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 منتج من منتج بقى من وراء العلم من وراء التكنولوجيا من وراء الإبداع من وراء الابتكار. ده حاجة تانية خالص. وبعدين استخدام الموارد الموجودة استخدام أمثل بالابتكار وبالعلم وبالتكنولوجيا. تمام. طيب النهاردة السيليكون مثلا يعني إحنا عندنا موارد في مصر. الرملة دي من أنقى أنواع اللي في صناعة السيليكون من أنقى أنواع أو مصادر صناعة السيليكون في العالم. طيب مين متصدر صناعة السيليكون في العالم؟ أمريكا. أمريكا. وبعديها مين؟ بعديها دلوقتي بدأت تخش الصين. الصين. خلاص؟ طيب ليه إحنا ما نخشش في صناعة أشباه الموصلات؟ مثلا ليه إحنا ما نسعاش ليها؟ ليه إحنا ما تبقاش ده حافز لينا؟ دي حاجة من آلاف الحاجات. تمام؟ طيب خلينا نقول بقى احنا عرفنا ببساطة الذكاء الاصطناعي. خلينا نقول بقى ايه هو انترنت الاشياء بمفهومها الشامل. هو مفهوم جديد للانترنت اللي بيتم فيه ربط جميع الاشياء او الاجهزة او المعدات اللي بيستخدمها الانسان ببعضها وبشبكة الانترنت زي مثلا منظومة الشباك الواحد اللي بتطبقها الدولة. صح كده؟ لا ده تحول رقم. تحول الرقم. ده تحول الرقم. تمام. انما انترنت الاشياء يعني مثلا انت ايه ربطت التلفزيون بال بمثلا بتيار الكهرباء بعداد الكهرباء او ربطت التلفزيون بيك انت كشخص او ربطت التلفزيونين عندك ببعض. تمام. بقت منظومه النهارده كلها مرتبطه ببعض. ربط مثلا يعني النهارده في ناس بتقول ايه ان في حاجات في مثلا الثلاجة دي بدأت تترتب فيها يتحط فيها مثلا الخضار الفاكهة مش عارف ايه الجبنة اللي بدأت النهاردة في شركات تعمل برامج بحيث انه اي حاجة تقل من الثلاجة او تنقص او تنتهي. انذار. لا ده مش انذار بس ده بتعمل ريكوست للسوبر ماركت. تمام. تلاقي بتاع السوبر ماركت اتفضل الجبنه نقصت عندك. زي مثلا ما بنشوف مثلا بعض المعارض او بعض الشركات دلوقتي بيعمل ربط مثلا ما بين موبايله وما بين جهاز الانذار. بالتالي مثلا لما المحل يتفتح او في حركه جوه بعد ما المحل بالظبط فبالتالي بيظهر بيديله انذار على او يجيله رساله على الموبايل بان في عندك 35 مليار جهاز تم ربطهم لحد 2020. 35 مليار. متخيلين حضراتكم الرقم ازاي؟ كل الاجهزه دي بقى بتكلم بعض وبتكلم الشبكه وبتاخد اوامر وبتدي اوامر
بيانات راحة جاية، بيانات راحة جاية. طب احنا احنا بقى كمصر احنا فين من الناس دي؟ ايه اللي ناقصنا ان نطبق مثلا النوع ده؟ الحقيقة احنا ناقصنا كتير، لكن في بعض المبادرات بدأت، لكن المبادرات لازم تاخد استراتيجية، استراتيجية واضحة، استراتيجية كل الناس فهمها، استراتيجية كل المجتمع عارفها، استراتيجية كل المجتمع يتبناها، المواطن العادي يتبناها. هو ده الفرق، هو ده الفرق، ان لازم نعمل في ثلاث حاجات عشان تحقيق اي هدف قومي. خلاص، اول حاجة استراتيجيات. خلاص، العامل البشري، العامل البشري والمجتمع او الثقافة، ثلاث حاجات دول اللي هيحققوا اي نهضة لاي حاجة او اي هدف حتى. طيب، الاستراتيجيات دي، كلمة الاستراتيجية دي كلمة اصلا نبع من الجيوش عشان تكون فاهم، يعني الاستراتيجية دي لم تستخدم في الإدارة الا في الثمانينات. الاستراتيجية دي معناها خطة لابد من تنفيذها لتحقيق النصر، دي معناها. فخدوها في الإدارة قالوا خطة لابد من تنفيذها لتحقيق الهدف. تمام؟ يبقى في استراتيجية، استراتيجية دي بتبقى بولتس، يعني مجموعة نقاط الناس بتشتغل عليها، بينبثق منها مجموعة خطط تفصيلية، وكل واحد بيشتغل على الخطة بتاعته. تمام؟ طيب، الموارد البشرية بقى، الموارد البشرية لازم يعيد تأهيل الموارد البشرية. أكيد. لازم نركز على التعليم والبحث العلمي والتدريب المستمر والتعليم المستمر ومواكبة التعليم للتكنولوجيات العالمية والعلوم الحديثة. يعني أنا النهاردة ما جيش في كلية الهندسة أقعد أدرس للناس إزاي يبرمجوا بالبيسك والفورتران، ها، وهم الناس انتقلت لتكنولوجيات تانية خالص حديثة. المشكلة كمان يا دكتور، هقول حضرتك على حاجة، يعني احنا بنلاحظ دلوقتي مراحل التعليم حتى في التعامل مع الكمبيوتر، هو معظم المراحل التعليمية لحد الثانوي مثلا هو حاجة معينة بيعلمك ازاي تعمل لي فولدر، حلو، اضغط على كليك شمال نيو فولدر ومش طب خليني اقول لك استراتيجية امريكا عملت ايه. امريكا حطت ثلاث حاجات بس، ثلاث حاجات قالوا. رقم واحد، اوكي، البحث العلمي ونشر الابحاث والعلوم والافكار والابداع بين افراد المجتمع للاستفادة بيها. شوفي يعني ايه اللي هو حضرتك، احنا لازم نهتم بالابحاث وننشر الابحاث دي بين الناس عشان الناس تفهم ايه الموضوع، وكل اللي عايز يستفيد من حاجه يستفيد بيها. في اكتر من كده؟ طيب، تقريبا احنا بنعمل ده استراتيجيه واحده، ده رقم واحد. طيب، رقم اتنين، اوكي، تعليم تكنولوجيا المعلومات في جميع مراحل التعليم، والاهتمام بعلوم والهندسة والطب والفيزياء كأولوية قصوى. ده الاستراتيجية الثانية. طب الاستراتيجية الثالثة، اوكي، الاستراتيجية الثالثة دي بقى اللي هي ايه يعني ان احنا يكون لينا، هم بيقولوا الريادة لأمريكا في العلوم والفيزياء والهندسة والطب وكل انواع العلوم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الكرة الأرضية. تمام. طيب، الثالثة دي بقى قابلهم مشاكل كتير فيها. مين اللي عمل لهم المشاكل دي؟ اكيد الصين واليابان طبعا، وبعض دول تانية. الصين شويه. ليه بقى الصين شويه؟ لان الصين، انا هتكلم باختصار، هو الموضوع مش سياسي لكن هو موضوع اقتصادي. الصين اللي انا شفته ان هي بتهتم بالعنصر البشري اكتر. تمام. حتى يعني في كون ان هو ينزل العنصر البشري في بعض المناطق، لا انزل عشان تبيع المنتج ده او انزل عشان تستثمر ده، فده في حد ذاته شيء كويس. وكون ان الطفل الصغير تعلمه ان هو يشتغل في الساعة وفي اختراعها، فده انت بتأهله او فعلا بتدور على الابداع، تقدر انها تستغل الموارد اللي في ايديها. صح يعني. طبعا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، رقم ثلاثة دي اخطر ما في الموضوع، اللي هي الهيمنه على العلوم والتكنولوجيا. ليه هو عايز يهيمن؟ ليه يعني هو عايز يكون احسن واحد ليه يعني في العالم في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؟ ليه؟ عشان لانه عارف ان هي دي الموارد الطبيعيه الجديده، هي دي مصدر الثروه، هي دي مصدر التسيد زي ما بيقولوا، والهيمنه هي دي مصدرها. ليه؟ العلوم بتستخدم في كل حاجه، في الصناعه وفي السلاح وفي الدواء والكلام ده كله، اللي هو كل الدنيا بتشتري منهم. طيب،
الخلاف ومش هنقول العداء، الخلاف اللي حاصل مع الصين. ليه؟ لانه الصين سبقتهم في ال5G. ال5G الجيل الخامس من الاتصالات. طب ايه دخل الجيل الخامس بالثروه مش عارف ايه؟ الواحد يقول يعني ايه التليفون اتصالاته؟ لا، النهارده مش احنا قلنا ان انت كل حاجه في الدنيا بترتبط بالانترنت؟ اكيد. وقلنا ان في معلومات هائله وبيانات هائله كل يوم وكل دقيقه وكل بتتطور ثانية وكل بتزيد. اكيد. اديك شويه ارقام. عندك 200 اوكي 200 مليون ايميل بيتعمل في الدقيقه الواحده. 200 مليون 200 مليون ايميل. اه خلاص. 100,000 ساعه فيديو بتتحط على اليوتيوب في اليوم. خلاص، ده حاجه بسيطه كده. خلاص، ده غير بقى الفيسبوك وغير تويتر وواتساب وغير البرامج. هقول لحضرتك على حاجه بمناسبه البيانات، عشان هنرجع تاني لموضوع ليه ايه اللي مخلي فيه صراع بين امريكا وبين الصين على تكنولوجيا المعلومات وعلى المستقبل. ليه؟ من الكلام اللي انا هقوله. اولا، لحد 2011 كانت مجموعه البيانات اللي تم تخزينها في شكل كتب، في شكل نقوش على الحيطان، وفي شكل رسومات على الجدران بتاعه المعابد، كل الكلام لحد 2011 5 مليار جيجا، يعني تقريبا 5 مليار كتاب. خلينا نقول بالكتاب، الجيجا كتاب تقريبا يعني. تمام. طيب، من 2011 ل 2013 عملوا زيهم 5 جيجا. 5 جيجا. من 2013 كل ساعتين بنعمل 5 جيجا. 5 جيجا. 5 مليار. طيب، النهارده المعلومات والبيانات اللي موجوده على مستوى الارض 90% في اخر سنتين بس من مجمل البيانات بتاعت 90%. طيب، قالوا ايه؟ قالوا البيانات دي لو حطيناها فوق في DVD كده ورصناها فوق بعض هتوصل 90 كيلو متر ارتفاع. 90 كيلو متر لو حطيناها فوق بعض. خلاص؟ 90 كيلو متر. الطياره بتطير على تقريبا على 12 كيلو متر. على 12 كيلو متر. يعني اعلى من الطياره كمان. تمام؟ طيب، شوف بقى حجم البيانات الضخمه اللي موجوده. البيانات دي بقت النهارده مصادر الثروه. ودي اللي بيسموها البيانات الضخمه. طيب، البيانات دي عشان نجمعها وعشان ننقلها وعشان نعرضها مش محتاجه ادوات، محتاجه امكانيات وموارد تقوم بهذا العمل؟ طبعا، اكيد. تمام. ايه اللي بيجمع البيانات دي؟ وايه اللي بيخلي البيانات دي تتدفق تخش؟ هنمثلها كده بالعاميه، يعني كان انا عندي نهر النيل. نهر النيل، خلاص. شوف، نهر النيل ده كله عشان اوصل منه مثلا حاجه، مش لازم احط ماسوره بايب او ماسوره تستوعب تدفق الميه اللي كده، والا المياه اللي هتيجي كلها هتعمل ايه؟ هتهدر. مش هتبقى موجوده، والماسوره نفسها مفيش حاجه هتوصل. ايوه، مظبوط. تمام. ده اللي عملوه الصين في الجيل الخامس، هو توسيع واستيعاب حجم البيانات الضخم بكل اشكاله من خلال الشبكه والانفراستراكشر والبنيه التحتيه اللي بيعملوها. فلما هم سبقوا امريكا واعلنوا هذا الاعلان حوالين العالم كله، والعالم كله بدا يتجه لشركه معينه، مش عايز اقول اسمها، العالم كله اتجه ناحيه الشركه دي، اتعاقد معاها، الحقونا بقى، ده احنا لازم نيجي معاكم، نعمل ازمه. فبداوا يعملوا ايه؟ الشركه دي كانت بتاخد اشباه الموصلات من امريكا عشان تستخدمها في التكنولوجيا بتاعتها. بدا يمنعوا عنهم اشباه الموصلات، بدا يمنعوا عنهم السوفت وير اللي هم عاملينه. بقى في صراع بقى بين، بقى في صراع. طب ايه اللي حصل؟ لا، التنين مستسلموش. قالت احنا عاملين حسابنا على الكلام ده. سنه واحده راحوا عاملين الكلام ده، وراحوا عاملين السوفت وير اللي هم او البرامج اللي هي بتشغل، اخترعوا بديل. تمام. يبقى الفكر هنا بيعمل ايه؟ الفكر بقى امن قومي. طبعا. يعني ازاي؟ مش بس ثروه لا، ثروه، امن قومي، اقتصاد، معرفه، رقي، ستيبل. صح؟ مش ده كله، مش ده كله استابيليتي اللي هي الركيزه، لا، الاستقرار. خلاص، الاستقرار ده كله بسبب ايه؟ بسبب استغلال المعارف واستغلال البيانات
استغلال امثل طبعا. تمام. طيب النهارده بقى بدات البيانات تخش عندنا. ده بقى بيسموه البيج داتا او تكنولوجيا البيج داتا. ازاي انا استقبل البيانات بكل اشكالها، سواء تكست او سواء نصوص، سواء ارقام، سواء صور، سواء صوت، اي مصدر من مصادر البيانات. خلاص ازاي استقبله؟ ما هو ده ايه اللي خليني ادخل الكلام ده كله في المعدات بتاعتي. طيب وازاي اخزنه؟ ما هو بيانات ضخمه جدا جدا. كان زمان اي كمبيوتر ولا اي حاجه هارد ديسك مش عارف يقول لك ده 1 جيجا. يا كنا زمان كان اللي عنده جيجا ده كانوا بيقولوا خلاص 1 جيجا ده بقاش يكفي فيديو واحد. تمام. دلوقتي طيب. وصلنا ل 500 جيجا كمان وقت كمان وحاجات بقى يعني. دي محتاجه برضو حلقات في التخزين وفي التكنولوجيا وفي الحاجات دي. لانه برضو بقى في حاجات برضو من الصراعات المهمه هي السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ده النهارده احنا لما بناخد البيانات خزناها، طب التخزين ده هيعمل ايه؟ مش محتاج معالجه؟ برامج تتعمل المعالجه وتصنيف البيانات ونطلع تمبلت للبيانات ونطلع ايه السلوك الاستهلاكي بتاع الناس وايه. تعرف ان علم البيج داتا، علم البيج داتا طلعوا معادلات عدلوا فيها على الاطباء. هتقولي ازاي؟ انه الكانسر ربنا يعني يعافينا ويعافيكم ويعافي الساده المشاهدين، ليه 9 دلالات. الطب استقر على 9 دلالات، دول اكبر دكاتره في العالم عملوا 9 دلالات. لما جت البيج داتا وبداوا يشتغلوا بعلم الجينوم اللي هو علم الوراثه والشفره الوراثيه بتاعت الانسان، كل انسان ليه شفره وراثيه. خلاص الشفرات الوراثيه دي اكيد القرايب بيشتركوا فيها مع بعض، وبعض ناس مش قرايب برضو بيشتركوا في نفس الصفات الوراثيه. فايه اللي حصل؟ قال لك لا ده المؤشرات او الدلائل بقت 12 دليل مش 9 يا جماعه. مش 9 شو يعني ايه؟ طيب فاحنا النهارده بنتكلم في حاجه بتمس كل العلوم، بتمس الطب وبتمس الهندسه وبتمس الاقتصاد، بس كل حاجه كل حاجه. وفي النهايه يا دكتور الوقت بصراحه خدنا ولا يسعنا فعلا ان احنا خلصنا. هو الوقت خلص بس الوقت خلص بس طبعا موضوعنا كبير وهنحتاج لقاءات ولقاءات. فبشكر حضرتك، حضرتك نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. وبشكر زميلتي الاستاذه فاطمه. واعزائي مشاهدين برنامج خطوه، يا ريت زي ما عرفنا ان المعرفه اساس كل شيء، لابد ان احنا نطور من نفسنا ونحاول نثقف نفسنا وندور على الاحسن. ودايما ما تخليش اتصالك بالتكنولوجيا هو الفيس والواتس والتيك توك والماسنجر، دور على ان انت تستخدم كل الحاجات دي في الاستخدام الامثل. وان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده من برنامجكم خطوه. شكرا جزيلا.